مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب ليوم الغد أيضا أجواء مستقرة ربيعية بكافة ربوع الوطن، هذا بعد انقشاع الضباب الذي سيخص السواحل خلال الصباح الباكر، وأيضا ستبقى تنتشر بعض السحب بدون فعالية على مرتفعات الهوغار والتاسيلي. خلال ليلة اليوم الحرارة الدنيا تبقى معتدلة بسواحل ما بين 8 إلى 12 درجة، باردة بالمناطق الداخلية ما بين 3 إلى 4 درجات بكافة الهضاب العليا، 9 درجات بتلمسان وكذلك تيزي وزو، أما جنوبا 7 درجات ببشار بإليزي، 8 بغردايا، 11 درجة ببسكرة وتوغرد، 10 درجات بإن صالح، وترتفع إلى غاية 14 درجة بأقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى تبقى تفوق المعدل الشهري، مقاييس ما بين 18 إلى 22 درجة بسواحل، 20 درجة أيضا بتيزي وزو، في حدود 22 درجة بتيارت وغليزان، 25 درجة كعلى مقياس بتلمسان، بينما لن تتعدى 19 درجة بالهضاب العليا، على شمال الصحراء ستقرب 23 درجة بغردايا، نفس المقياس بإليزي وإنميناز، كذلك بجنات 27 درجة بوسط الصحراء، وترتفع إلى غاية 31 درجة كعلى مقياس بأقصى الجنوب. البحر خلال يوم الغد بحول الله سيبقى جميل على سواحل الغربية، رياح ضعيفة تماما متغيرة الاتجاهات، يكون قليل الاضطراب بسواحل الوسطى، رياح معتدلة تأتينا من غربية إلى جنوبية غربية، أما على السواحل الشرقية البحر سيكون مضطرب مع رياح قوية نسبيا تقرب 50 كيلومتر في الساعة وتأتينا من غربية إلى شمالية غربية. خلال الأيام القليلة المقبلة بحول الله نستهلها بيوم الجمعة، حيث دائما تبقى الوضعية الجوية مستقرة، أجواء ربيعية ستميز كافة ربوع الوطن. يوم السبت بإذن الله أيضا تبقى الأجواء مشمسة وربيعية على كافة أرجاء الوطن، مع درجة حرارة تبقى تفوق المعدل الفصلي، نفس الأجواء سنعيشها خلال يوم الأحد بحول الله، دائما أجواء ربيعية ودرجة الحرارة تتراوح ما بين 18 إلى غاية 23 درجة بسواحل، لن تتعدى 21 درجة بالمناطق الداخلية، تقريبا نفس المقياس بشمال الصحراء، وترتفع إلى غاية 28 درجة على مقياس بأقصى الجنوب. فيما يخص وقت شروق الشمس لصبيحة الغد بحول الله سيكون في حدود الساعة 7 صباحا و59 دقيقة، والغروب على 5 مساء و41 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، دمتم دائما بصحة وعافية وفي أمان الله.